سلام الله عليكم مشاهدينا، أهلا بكم إلى تفاصيل نشرة الأخبار. إلى العناوين: رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. تكييف عدد من النشاطات الاقتصادية مع مقتضيات محاربة وباء كورونا وإعادة الاعتبار للزراعة الصحراوية والتحضير للدخول الاجتماعي ضمن أهم محاور اجتماع الحكومة. الفريق سايد شنقريحة يتابع تنفيذ تمرين رمي بصواريخ على هدف سطحي بمضلع الرمي بالواجهة البحرية الغربية، ويؤكد أن القيادة العليا للجيش تسعى إلى إعادة الاعتبار للبحرية الجزائرية. شحن الدفعة الأولى من بين 100 طن من المواد الغذائية والأدوية على متن طائرتين عسكريتين ضمن مساعدة جزائرية لفائدة سكان منطقة أغاديس بالنيجر. وصول 197 مواطنا إلى وهران كانوا عالقين بالمغرب. مشاريع جديدة لتزويد سكان مدينة مسعد بالجلفة بمياه الشرب. مشاهدينا أهلا بكم من جديد. بداية، تلقى أمس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون. وخلال هذه المكالمة تبحث الرئيسان تطور العلاقات بين البلدين، كما تطرقا بصفة خاصة إلى مستجدات الوضع في ليبيا ومالي. في النشاط البرلماني، وطبقا لأحكام القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، يفتتح مجلس الأمة دورته البرلمانية العادية 2020-2021 يوم الأربعاء 2 سبتمبر الداخل، وذلك على الساعة 11 صباحا. كما يفتتح المجلس الشعبي الوطني يوم الأربعاء 2 سبتمبر المقبل دورته العادية لسنة 2020-2021. ترأس أول أمس الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد اجتماع للحكومة عبر تقنية التحضر المرئي عن بعد، خصص لدراسة عدة مشاريع مراسيم رئاسية وتنفيذية تتعلق بقطاعات المالية، الفلاحة، التجارة والموارد المائية. نادي علمي. قطاعات حيوية واستراتيجية كانت في صلب اجتماع مجلس الحكومة، حيث تمت في البداية دراسة التدابير الخاصة المكيفة مع إجراء إبرام الصفقات العمومية في إطار الوقاية من جائحة كورونا ومكافحتها. في هذا السياق صادقت الحكومة على مرسوم تنفيذي يتضمن كيفيات استمرار الخزينة العمومية على سبيل الاستثناء في تخفيض نسب الفائدة على القروض الممنوحة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات والخواص الذين يواجهون صعوبات بسبب الجائحة، والهدف التخفيف من تداعياتها على المتعاملين الاقتصاديين والأسر من خلال توفير الشروط اللازمة لاستمرار الأنشطة الاقتصادية ودعم أصحاب القروض. من جهة أخرى، صادقت الحكومة على مشروع تنفيذي يتضمن إنشاء ديوان تطوير الفلاحة الصناعية في جنوب وأقصى جنوب البلاد. يتكفل هذا الديوان بتشجيع تنمية الزراعات الصناعية الاستراتيجية الموجهة للتحويل الزراعي والصناعي. واهتماما بالزراعة الصحراوية دائما، تطرق الاجتماع إلى برنامج تنمية الشعب الفلاحية الاستراتيجية في هذه المناطق، أي في جنوب البلاد وأقصى جنوبها،
لا سيما البذور الزيتية والذرة ومنتجات السكر. وهنا تم التأكيد على منح الأولوية للزراعات التي تساهم بشكل كبير في إيجاد بدائل للواردات، وبالتالي تقليل العملة الصعبة المنفقة عليها. وعلى صعيد آخر، استمع مجلس الحكومة إلى عرض حول انضمام الجزائر إلى الاتفاق التأسيسي للمنظمة القارية الإفريقية للتبادل الحر. وفي إطار المخطط الاستعجالي الذي قررته الحكومة من أجل تأمين تزويد المواطنين بمياه الشرب وتحسينه بشكل ملموس على مستوى ولايتي تلمسان وقسنطينة، تم التطرق إلى 4 مشاريع لإنجاز أشغال ربط أنظمة تحلية المياه لهنين بنظام سوق ثلاثاء بولاية تلمسان، ومشروع تعزيز تزويد ولاية قسنطينة وتأمينها بمياه الشرب. في اليوم الثاني من زيارته إلى ناحية العسكرية الثانية ورفقة لواء جمال حاج العروسي قائد ناحية العسكرية الثانية بالنيابة ولواء محمد العربي حولي قائد القوات البحرية، تابع السيد الفريق سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي مجريات تنفيذ تمرين رمي بصواريخ على هدف سطحي بمضلع الرمي للواجهة البحرية الغربية. ناصرة تومي. في البداية استمع السيد الفريق إلى عرض حول مراحل التمرين الذي تم تنفيذه من قبل طاقم سافينة قاذفة للصواريخ تابعة للقوات البحرية. قد تم تنفيذ الرمي بنجاح وتدمير الهدف البحري بدقة عالية، وهو ما يعد نجاحا آخر وثمرة من ثمار التحكم الجيد للأطقم في مختلف الأسلحة والمعدات، ما يؤكد أيضا التطور والجاهزية العملياتية التي بلغتها وحدات القوات البحرية الجزائرية خلال السنوات الأخيرة. وبالقاعدة البحرية الرئيسية مرسى الكبير التقى السيد الفريق بإطارات وأفراد الواجهة البحرية الغربية، حيث ألقى كلمة توجيهية بثت إلى جميع وحدات القوات البحرية، أكد فيها أن تنفيذ مثل هذا التمرين البحري بالرمي على أهداف بحرية سطحية يعد بمثابة الاختبار الحقيقي والجدي لأنظمة الأسلحة لهذه السفينة قاذفة الصواريخ، كما اعتبر نتائجه مشجعة ومتجاوبة تماما مع الأهداف المسطرة. وإننا نعتبر تنفيذ مثل هذا التمرين البحري بالرمايات على أهداف بحرية سطحية بمثابة الاختبار الحقيقي والجدي لأنظمة الأسلحة لهذه السفينة قاذفة الصواريخ، وهو أيضا بالتأكيد يمثل اختبارا جديا وصائبا لمدى تحكم الأطقم في الاستغلال الوافي للقدرات القتالية لهذه السفينة الحربية. إن الأهداف النبيلة التي تثابرون اليوم من أجل تجسيدها تستحق منكم فعلا هذا العناء وهذه الجهود المضنية، وإنني إذ أحيي الجميع على مشاركاتهم في إجراء هذا التمرين البحري كل في موقع مسؤولياته وحدود صلاحيته، فإنني أعتبر نتائجه الأولية مشجعة ومتجاوبة تماما مع ما كنا نصب إليه، وهو ما من شأنه أن يكون محفزا قويا على البحث الدائم على تنمية المهارات وصقل الكفاءات وتوظيف التجارب والخبرات المكتسبة خلال هذا التمرين البحري، وجعل ثماره نقلة نوعية أخرى نحو الأحسن.
السيد الفريق ذكر بأن أبعاد مساعي القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لا ترمي فقط إلى الرفع من القدرات القتالية والعملياتية لقواتنا البحرية، وإنما تهدف أيضا إلى إعادة الاعتبار إلى البحرية الجزائرية التي عاشت فترة ذهبية في تاريخنا المجيد، وكانت تمثل دون منازع سيدة البحار الأولى وقوة يحسب لها ألف حساب في البحر الأبيض المتوسط. وأود التذكير بهذه المناسبة أن أبعاد السعي الحثيث والجهود المكثفة والمتواصلة المبذولة من لدن القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لا ترمي فقط إلى الرفع من القدرات القتالية والعملياتية لقواتنا البحرية باعتبارها رمزاً أكيداً من رموز القدرة على حماية مياهنا الإقليمية بسواحلها الممتدة، كما يعلم الجميع على طول 1200 كيلومتر. قلت إن هذه الجهود لا ترمي إلى تحقيق ذلك فقط، وإنما تهدف أيضا إلى إعادة الاعتبار إلى البحرية الجزائرية التي عاشت فترة ذهبية في تاريخنا المجيد، وكانت تمثل دون منازع سيدة البحار الأولى وقوة يحسب لها ألف حساب في البحر الأبيض المتوسط. كما أن هذا الماضي التليد يمثل بحق مصدرا من مصادر الاعتزاز وباعثا قويا من بواعث الإصرار على وضع القوات البحرية على المسار الصحيح وجعلها قوة رادعة فعلية تتماشى سمعتها مع سمعة الجزائر المستقلة ذات الجذور الثورية العريقة، وتنسجم قدراتها القتالية والعملياتية مع مختلف الرهانات والتحديات الطارئة التي أصبح يعج بها عالمنا اليوم، وتتوافق بالأساس مع المهام الدستورية الموكلة إليها ضمن قوام المعركة للجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني. فتحقيقا لهذه الغاية النبيلة تم الاهتمام بالقوات البحرية ومنحتها القيادة العليا ما تستحق من العناية والرعاية، سواء من الجانب التجهيزي وتوفير كل أنواع وأشكال العتاد المتطور، أو من الناحية توفير العنصر البشري الكفء، أو فيما يتعلق بالجانب المنشآتي. ولا شك أن الإنجازات المحققة على كافة الأصعدة والميادين هي من بين الشواهد على هذه الرعاية ذات الرؤية المستقبلية البعيدة النظر التي تحظى بها حاليا القوات البحرية. وفي ختام اللقاء استمع السيد الفريق إلى تدخلات إطارات وأفراد القوات البحرية الذين عبروا عن استعدادهم الدائم لرفع كافة التحديات ورفع كل الرهانات في سبيل الدفاع عن أمن واستقرار البلاد والحفاظ على السيادة الوطنية. في إطار تعزيز الروابط الإنسانية والأخوية بين شعبي الجزائر والنيجر، أشرفت أمس رئيسة الهلال الأحمر الجزائرية سعيد بن حبيلس في قصر المعارض بالصنوبر البحرية على انطلاق قافلة تضامنية ضمت مساعدات إنسانية لفائدة سكان منطقة أغاديس بدولة النيجر. القافلة التضامنية هذه تحوي 100 طن من المواد الغذائية والأدوية، هذا وتم أمس شحن الدفعة الأولى من هذه المساعدات على متن طائرتين عسكريتين تابعتين للقوات الجوية الجزائرية بالقاعدة الجوية بوفريك الناحية العسكرية الأولى، لتنطلق في رحلة أولى اليوم الجمعة نحو مطار أغاديس، لتليها شحنة ثانية غدا السبت 29 أوت الجاري. تمسك بمبادئ حسن الجوار والتضامن مع شعوب المنطقة، في هذا الإطار قرر
السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إرسال مساعدات إنسانية لصالح العائلات المعوزة في منطقة أغاداس بالنيجر. وقفة عرفان وتقدير للجيش الوطني الشعبي الذي لم يبخل بمساعدته على نجاح مثل هذه العمليات من خلال توفير وتنظيم جسر جوية. تتمثل هذه المساعدات في 90 طن من المواد الغذائية الضرورية المختلفة وعشرة أطنان من الأدوية. شارك أمس وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن في أشغال الاجتماع السنوي لمجالس البنك الإفريقي للتنمية عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد بصفته محافظا مماثلا للجزائر داخل هذه المؤسسة المالية. الاجتماع الذي امتد على مدار يومين خصص لتقييم مدى نجاعة الأنظمة المالية الإفريقية وسبل تكييف عملها مع الوضع الصحي العالمي الراهن. أكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج نزيه برمضان بولاية تلمسان، أكد أن الديمقراطية التشاركية ليست شعارا وتتجسد بالتشاور وإشراك فعاليات المجتمع المدني، مبرزا خلال لقاء تشاوري جمعه مع ممثلي الحركة الجمعوية ولجان الأحياء بالولاية أنه سيتم تفعيل الديمقراطية التشاركية بهدف تمكين المواطن من إبداء رأيه وتحديد أولويات احتياجاته اليومية بطريقة منظمة عن طريق توسط الجمعيات بينه وبين السلطات الولائية. نحن بحاجة لتأهيل وتكوين ورعاية هذه التنظيمات حتى تسير شؤونها كما ينبغي وتعرف حقوقها وواجباتها، فلهذا نقترح على سيادتكم إعادة النظر في تقنين وتعديل القوانين المتعلقة بالحركة الجمعوية والمجتمع المدني. نطلب من الإدارات أن تكون أكثر فاعلية ومع أن تكون أكثر فاعلية مع المجتمع المدني وتفتح الأبواب، لأننا نواجه صعوبات كبيرة مع الإدارة. وخصنا نكون عندنا تشاور بين السلطات المحليين، يعني ونستفادوا ونتعاملوا مع بعضنا بعض في البرنامج اللي تحب تقدمه الجمعية، ويكونوا تسهيلات، وبهذا الشيء ما يكون غير الخير، ورحنا متفائلين بالتغيير وبالجزائر الجديدة إن شاء الله. تفقدت أمس وزيرة التكوين والتعليم المهنيين هيام بن فريحة رفقة الوزير المنتدب المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسة الناشئة ياسين مهدي وليد عددا من المشاريع التابعة لقطاع التكوين المهني بالعاصمة. أكثر تفاصيل مع حنان حداد. مشاريع حيوية جديدة تعزز بها قطاع التكوين المهني بولاية الجزائر العاصمة من شأنها إعطاء نفس جديد للقطاع. المشروع الأول اللي شفناه في مدينة سيدي عبد الله هو مؤسسة متخصصة للتقنيات الحديثة، ولذلك جاء معي زميلي من أجل توجيهنا وإعطائنا فكرة حول أهم التجهيزات اللي ممكن نجيبوها والتخصصات اللي نقدروا ندمجوها، تخصصات جديدة في ميدان الويب، في ميدان التقنيات والتكنولوجيات الحديثة. أما فيما يخص المشروع الثاني اللي هو معهد التكوين في فلاحة الدقيقة أو لاغريكولتور دو بريسيزيون، هذا المركز لديه أيضا أهمية كبيرة من طرف في قطاعنا، لأننا نستقبل الكثير من حاملي المشاريع المبتكرة في هذا المجال، ولكن ربما لا يجدون الفضاء لكي يقومون بتجريب هذه الحلول الذكية على أرض الواقع. دخول المتربصين للسنة المقبلة سيكون خاضعا لبروتوكول صحي صارم، وأكيد سيكون هناك اتباع وحرص على كل الشروط بما في ذلك تقسيم عدد المتربصين، راح يكون برمجة دقيقة، نقص عدد الأفواج، يكون هناك تداول. تلبية رغبة الشباب الطامح في تكوين نوعي والحاجة إلى بناء اقتصاد رقمي قوي هدف يسعى إليه القائمون على القطاع.
وببومادا استفقد الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة السيد نسيم ضيافات الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب وصندوق ضمان القروض، كما عين عددا من المشاريع التي استفاد منها شباب مناطق الظل بالولاية. ليندا مكي. استحداث فرص عمل للكفاءات الشبانية الجزائرية وضرورة دعم الشباب وإعطائه فرصة للمساهمة في بناء مقاربة اقتصادية جديدة هدف هذه الزيارة. من أهم النقاط اللي طرقنا لها يعني مع الشباب هو دورهم اليوم في بناء الاقتصاد الوطني بمقاربة اقتصادية، لأنه إذا تحدثنا على المقاربة الاقتصادية لازم تكون من الجهتين، من غير الممكن أن الوزير يتحدث على مقاربة اقتصادية والشاب يطلب مقاربة اقتصادية لكن بخلفية اجتماعية. كذلك من النقاط اللي طرحناها على الشباب أنه الفاتح من نوفمبر إن شاء الله لأول مرة راح يكون فيه تمويل إسلامي بالنسبة للمؤسسات المستفيدة من قروض، وهذه سيتون بريمير، يعني بادرة احنا نقول إن شاء الله تكون بادرة خير على كل المؤسسات المصغرة. الزيارة شملت أيضا لقاء مع الحركة الجمعوية وبعض أصحاب المؤسسات الناشئة. ضيافات وفي ختام زيارته إلى الولاية تفقد عددا من مشاريع قطاعه ببعض مناطق الظل والتي استفاد منها شباب المنطقة. أشاف وزير الشؤون الدينية والأوقاف السيد يوسف بالمهدي أمس بالصيف على يوم دراسي حول صندوق الزكاة والرؤى المستقبلية لتنظيم هذه الشعيرة، معلنا بالمناسبة انطلاق الحملة الوطنية 19 لتحصيل الزكاة. سعيد باللونيس. بعد أن حضر جانبا من فعاليات اليوم الدراسي حول صندوق الزكاة والموسوم صندوق الزكاة رؤية مستقبلية لتنظيم هذه الشعيرة وتلقى عرضا عن حصيلة الصندوق بولاية الصطيف، أعطى السيد يوسف بالمهدي وزير الشؤون الدينية والأوقاف إشارة انطلاق الحملة 19 لتحصيل الزكاة ووزع استفادات منها على عينة من المواطنين. من السيد رئيس الجمهورية: ثمن جهودكم وجهود المصلين والجمعيات التي أشرفت على فتح المساجد بقيادة السادة الأئمة وأسرة المساجد، وأشكر المديرين على ذلك والولاة الذين دعموا هذا النشاط الذي يعطي الأمل للأمة، نالوا الدرجة الكاملة، فهنيئا للناجحين. لتنتهي الزيارة بتدشين بيت من بيوت الله بمدينة الصطيف، حيث طاف بمختلف مرافقه ليضاف إلى منارات العلم وينابيع الأخلاق والمواطنة. نفت النيابة العامة لدى مجلس قضاء مستغانم صحة الخبر الذي تداولته بعض وسائل الإعلام من وقوع تجاوزات في حق ثلاث نساء كن موضوعات تحت التوقيف للنظر بمقر أمن الولاية، وتؤكد أن جميع المزاعم التي روج لها مصدر الخبر عارية من الصحة. كما تؤكد النيابة العامة أنه للوقوف على الحقيقة انتقل وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم إلى أماكن الحجز تحت النظر وأجرى التحريات اللازمة حول الموضوع وعاين الحقائق الآتية. إن غرف التوقيف تحت النظر المتوفرة هي بعدد 4 وعدد الموقوفين للنظر أنذاك 11، منهم النسوة الثلاث المذكورة في البلاغ الكاذب، وبوضع هؤلاء النسوة في غرفة فإن الغرف الثلاث الباقية كافية لإيواء 8 أشخاص دون أي حاجة إلى أي اختلاط. وقد تبين لوكيل الجمهورية بما لا يدعو أي مجال للشك بأن السيدات الموقوفات تم وضعهن في غرفة لوحدهن، إن كل غرفة مخصصة للتوقيف تحت النظر مزودة بكاميرا المراقبة، وأن اطلاع وكيل الجمهورية على الشريط المسجل خلال فترة توقيف المعنيات ينفي كل المزاعم. إن تفتيش الموقوفين تحت النظر رجالا ونساء إجراء تفرضه ضرورات المحافظة على سلامتهم وحياتهم، وهو إجراء معمول به في جميع الدول وينطوي على تجريد المعنيين من الأحزمة والخمارات وغيرها من الممتلكات التي قد تستعمل لإلحاق الأذى بالنفس.
إن الموقوفات تحت النظر استفدنا من جميع حقوقهن أثناء فترة التوقيف، من زيارة العائلة والاتصال الهاتفي بها وكذا زيارة الطبيب. وقصد تعميق التحريات استدعى وكيل الجمهورية المعنيات الثلاث، فامتثلت اثنتان منهن، وأكدت كل واحدة بما لا يدعو أي مجال لأي شك أن توقيفهن لم يكن أبدا في الغرفة نفسها مع الذكور، إذ خصصت لهن غرفة واحدة ولم يتعرضن لأي ضرب أو تعذيب أو أي ضغوط أخرى، وإن التفتيش كان من قبل شرطيات. تمكنت عناصر أمن ولاية الجزائر من تفكيك عصابة مختصة في ترويج المخدرات الصلبة والحبوب المهلوسة تنشط في إطار مجموعة إجرامية عابرة للحدود، وهي متكونة من 4 جزائريين وخمسة أجانب من جنسيات مختلفة مالية ونيجيرية وبنينية، تنشط في مجال الاتجار غير الشرعي بمادة الكوكايين والهيروين. كما مكنت العملية من استرجاع مركبتين تستعملان في تنفيذ الأعمال الإجرامية وحجز مبالغ مالية بالعملة الوطنية والعملة الصعبة من عائدتهم الإجرامية. وحسب بيان لوكيل الجمهورية المساعد لدى نيابة محكمة باب الواد صدر أمس، فإنه بتاريخ 19 أوت الجاري تم تقديم أطراف القضية وتحريك الدعوى العمومية عن طريق إخطار قاضي التحقيق، والذي أمر بإيداع 7 متهمين رهن الحبس المؤقت أو مع وضع 2 آخرين تحت نظام الرقبة القضائية. في إطار الجهود المتواصلة لإجلاء المواطنين العالقين في الخارج إثر جائحة كوفيد-19، وفي بيان لوزارة الشؤون الخارجية انطلقت أول أمس المرحلة 4 والأخيرة من عملية الإجلاء، حيث وصل إلى أرض الوطن 512 مواطنا جزائريا قادمين على متن رحلتين جويتين، الأولى من مطار باريس بفرنسا تم خلالها إجلاء 319 شخصا، وأخرى من مطار الدار البيضاء بالمغرب كان على متنها 193 مواطنا. وبلغ عدد الجزائريين الذين تمت إعادتهم إلى أرض الوطن منذ انطلاق عملية الإجلاء في شهر مارس إلى غاية أول أمس 30386 جزائريا عبر 4 مراحل سخرت فيها السلطات الجزائرية كافة الإمكانيات اللازمة لتنفيذ هذه العملية في أحسن الظروف. هذا ويتضمن برنامج الرحلة 4 من عملية الإجلاء رحلتين جويتين يومي 28 و29 أوت الجارية من مطار باريس بفرنسا. مواصلة لعمليات إجلاء المواطنين العالقين بالخارج، حطت أمس بالمطار الدولي أحمد بن بلال بوهران طائرة قادمة من الدار البيضاء المغربية وعلى متنها 197 راكبا، يقول محمد سلمي. سجدة شكر وثناء عبر من خلالها مواطن جزائري عن فرحته بالعودة إلى رحاب الوطن الأم. هو واحد من بين 197 راكبا تم إجلاؤهم من مدينة الدار البيضاء المغربية إلى وهران. احنا مغبونين في المغرب، ولكن الحمد لله ملي لحقنا المطار تاع الجزائر في التراب الجزائري. هذا وين فرحت لله، هذه ما رقدتش والله ما رقد. اي 5 شهور وانا هنا كونفينمون، الطيارات ما جاوش، كلش بس ما سلكنا، والحمد لله يا ربي. الله يبارك، الدوله كامله معك، من الشرطه من 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 الجمارك من 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 الصحه من كل شيء، الحمد لله استنفليزير. الحرص على راحه المسافرين بدا جليا من خلال توفير شروط التكفل والرعايه من اجل قضاء فتره الحجر الجزئي. من مؤسستين فندقيتين بطاقة إيواء تقدر 240 سرير، تم احترام كل البروتوكول الصحي على مستوى المؤسسات الفندقية بكل حذافره، من خلال توفير كل الضروريات من ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي، وكذلك كل الإطعام يكون على مستوى الغرف. وتعد هذه العملية 14 في سلسلة رحلات الإجلاء عبر هذا المطار الدولي. إلى تطورات الوضعية الوبائية في البلاد، حيث عرض أمس الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا الدكتور جمال فرار المستجدات بالمؤشرات والألقام.
مع تسجيل 397 حالة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة يصبح المعدل أقل من حالة لكل 100,000 نسمة خلال 24 ساعة الأخيرة، علما أن 14 ولاية لم تسجل أي حالة خلال 24 ساعة الأخيرة، 21 ولاية سجلت ما بين حالة إلى 9 حالات، و13 ولاية سجلت 10 حالات فما فوق. بخصوص الوفيات سجلنا خلال 24 ساعة الأخيرة 10 وفيات جديدة رحمهم الله. بخصوص الحالات التي خضعت للاستشفاء خلال 24 ساعة الماضية عددهم 295 مريض. بخصوص الحالات التي تماثلت للشفاء حسب المعايير المعتمدة عددهم وصل إلى حد اليوم 30,157 منهم 271 تماثلوا الشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة. بخصوص الاستشفاء عندنا حاليا 28 مريض في العناية المركزة على مستوى المصالح الاستشفائية. إلى الانشغال التنموي، مشاريع جديدة لتزويد سكان مدينة مسعد بالجلفة بمياه الشرب، حيث تشهد أشغال إنجاز 4 آبار بقوة تدفق تصل إلى 150 لترا للبئر الواحدة، تشهد وتيرة متسارعة بهدف الحد من الانقطاعات المتكررة واستنزاف المياه الجوفية من قبل أصحاب الصهاريج. أكثر تفاصيل مع ربح مداوي. أكثر ما يحتاج المواطن للماء الشاروب بمسعد 140 ألف نسمة في عز الصيف. الماء بالحنفية نادر مقابل وفرته في هذه الصهاريج المتنقلة أو على مدار الساعة. المشكلة الماء في مسعد المواطن راه يعاني معاناة كبيرة. إذا كان المواطن راجي يجيه الماء على 12 يوم 15 يوم معناها المواطن كيف راح يعيش في ذي البلاد. احنا رانا في ربع شهر ما شربناش الماء. رانا نقلو واش راح نديرو. الأحياء كاين اللي عنده شهرين ثلاثة ما يشربش الماء. وكاين احياء 20 يوم تذبذب في المياه الصالحه للشرب والفاتورات والاغلبيه ما يخلصوش ثاني. الازمه قائمه والاشغال المنفذه في 4 آبار جديده انتهت في بئرين تتواصل في الثالث ولم تنطلق في الرابع. عندنا 4 آبار في الانجاز حاليا، بئرين كي عطاو نتيجه جيده من شهر شهرين راح نديروا مناقصه باش نجهزوهم ويكونوا يدخلوا في الخدمه. هذا كي يدخلوا في الخدمه هذه مسعد راح من لافين تاع العام هذا يعود انسير دو انسير طلبات. كاين عندنا بعض ابار جاهزه كما بئر اف 11 في الحق المتواجد بضيه ولاد الاخضر، كذلك يخص الربط بالكهرباء الممول للفراش. المشكل الاخر وضعنا خطة عمل وضعتها فرع الري في وضع آبار على مستوى مدعم الخزان الغربي، لكن العرقلة الرئيسية اللي شهدناها الفلاحين. الماء متوفر وليس مفقود، والمطلوب الإسراع في ربط هذا الخزان الجديد بسعة 3000 متر مكعب والمنتهية به الأشغال منذ سنتين بمضخة الجر لتزويد 10,000 نسمة على الأقل. هذا وكشف الأمين العام لوزارة الموارد المائية كمال ميهوبي في تصريح خاص به التلفزيون الجزائري عن برنامج واسع سطرته الوزارة من أجل تدارك التذبذب الحاصل في توزيع المياه الصالحة للشرب. البرامج اللي قامت بها يعني وزارة الموارد المائية هي برامج مكثفة، يعني فيه برنامج غني، فيه برامج اللي راهي في طور الإنجاز، فيه برامج اللي كانت عندها بعض العراقيل وبالتأخير لظروف متعلقة بالوباء الكورونا، بالذائقة شوية للموارد المالية، فيه اللي عندها بعض بعض المشاريع اللي عندها بعض الاعتراضات من بعض المواطنين، وفيه كذلك بعض المشاكل اللي متعلقة كذلك كما قلت لك بالتسيير وخصوصا على المستوى المحلي في بعض المناطق. هذا كذلك ما يخليناش ما نبقاوش مكتوف الأيدي باش نقوموا بتدارك الأوضاع، وضع الأول بالبرامج هذه نكونوا على متابعة يومية لها ونجسدوها في ظروف وجيزة وفي الأجل تاعها المحدد. إضافة على ذلك وضعنا تقييم أخير هنا بالمركزية لكل المديرين الوحدات ووضعنا معايير في التقييم، وانطلاقا من كل هذه المعطيات يعني كان هناك نتائج فيه مسيرين كانوا راسبين في التسيير وما عطاوش الماء ومنوط بهم وأحيلوا أو أبعدوا من التسيير، وفيه من تحولوا فيه كان أبقوا، يعني ماوش كل المسيرين اللي ما أداوش المهام تاعهم على ما يرام.
أطلقت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي خدمة الشباك المتناقلي بهدف توسيع التغطية الاجتماعية لفائدة الأشخاص غير الأجراء، وذلك باعتماد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء. الخدمة آلية جديدة لتحسين الخدمة العمومية. فاطمة زهرة بن فضل الله. الشبابيك المتنقلة التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء إجراء سيساهم في تحسين الخدمة العمومية، كما ينتظر الشروع في استعمال خدمة إلكترونية جديدة موجهة لحاملي المشاريع والمؤسسات المصغرة والحرفيين والمهنيين. تطلق وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في الأيام القليلة المقبلة خدمة إلكترونية تسمح لحاملي المشاريع والمؤسسات المصغرة والحرفيين وأصحاب المهن الصغيرة على وجه الخصوص والأشخاص الغير أجراء بالانتساب عن بعد لدى هيئات الضمان الاجتماعي. وفي ظل جائحة كورونا تبقى هذه التدابير فعالة لا سيما في المناطق النائية عبر الوطن. إلى ولاية الوادي، حيث استفاد دائرة جمع بالمقاطعة الإدارية المغير من وكالة تجارية جديدة للمتعامل موبيليس، وهي الوكالة 23 لموبيليس بالجنوب الجزائري. محمد أيوب بنونة. مع دخول هذه الوكالة الجديدة حيز الخدمة، ارتفع عدد الوكالات التجارية لموبيليس إلى 23 على مستوى الجنوب الشرقي. في إطار برنامج المديرية العامة لموبيليس الموسع لبسط وتقديم خدمة القرب لزبائننا الكرام، يسر المديرية الجهوية لورقلة أن تعلن عن افتتاح الوكالة التجارية الجوارية بجامعة بالولاية المنتدبة المغير لولاية الواد. بدون شك ترفع الغبن على ناس جامعة، وخاصة في ما يتعلق بخدمات موبيليس. وبما أن هذه الوكالة التجارية تفتح لأول مرة، فقد كانت الفرصة لتشغيل اليد العاملة من أبناء المنطقة. أكثر من 10 سنوات ونحن نناضل من أجل فتح وكالة تجارية لموبيليس بجامعة، واليوم تحقق هذا الحلم. لاجونس كما يقولوا تقريبا باش تقرب لنا الخدمات وتنقص علينا مشقة، يعني عندنا قداش كل واحد يحتاج القضية ولا حاجة يحب له يروح لتقرته ولا المغير ولا الواد، وساعات يروح وما يقضيش صلاحه. الموقع الاستراتيجي للوكالة التجارية موبيليس المتواجد على مستوى الطريق الوطني رقم 3 بوسط مدينة جامعة سيساهم كذلك في تقديم خدمات سريعة للمسافرين. دوليا، كشف تقرير أممي أن الحكومة الأسترالية أكدت في ردها للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الأنشطة الرئيسية خلال العقد الدولي الثالث للقضاء على الاستعمار موقفها السياسي الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. وأبرزت حكومة أستراليا تأييدها تصنيف الأمم المتحدة الصحراء الغربية كإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي، وتؤيد كذلك حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. وعليه تشجع كامبيرا الماضية نحو تنظيم استفتاء يختار فيه شعب الصحراء الغربية بين الاستقلال والاندماج مع المغرب. وفي مستجدات الوضع في مالي، وحسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، تم أمس إطلاق سراح رئيس المالي إبراهيم بوبكر كايتا من قبل العسكريين المتمردين. وقال العسكريون المتمردون في تصريح نشر على مواقع التواصل الاجتماعي إنه في تمام الساعة 3 صباحا أطلق سراح كايتا بعد أسبوع من تمرد عسكري دفع رئيس المالي إلى استقالة. كما أعلن الجيش المالي عن مقتل 40 من جنوده وإصابة 12 آخرين بجروح في كمين وسط البلاد. وستعقد اليوم القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكواس، والتي كانت مقررة أول أمس حسب ما أفادت به وسائل إعلام مالية أمس. إلى الرياضة، تم بمقر فريق أولمبي مدية تسليم درع بطل المحترف الثاني للأولمبي، وذلك بحضور رئيس رابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم دوار وعضو المكتب الفيدرالي حكيم مدان.
بالخبر الرياضي نختم نشرتنا، وللتواصل معنا مشاهدينا عناويننا الإلكترونية تبقى دائما في الخدمة. ليلة هادئة وجمعة مباركة.